كل الخير والرضا دوما بيتجدد اللقاء مع حضراتكم. والنهارده يعني برغم ان احنا بنبدا الحلقه مع اعلان وفاه الفنانه الكبيره العظيمه شاديه، يعني ربنا يتقبلها كده ويعفو عنها ويغفر لها ويقربها منه. لكن يعني شاديه كانت نموذج، قدمت مشروعها وعرفت امتى تنسحب وامتى تتوارى، وده اللي لازم نبص عليه في اللحظه دي الحقيقه، لانه عندنا نماذج كتير بترفض تماما تشوف المعنى ده. ربنا خلقنا واحنا لينا مراحل، ومطلوب في كل مرحله نفهم ايه الهدف منها ونعمله ازاي وامتى نخرج منها وامتى نكمل. طيب خلوني اقول لحضراتكم انه انا النهارده مهمومه جدا بان يا ترى ايه اللي بيحصل للشخصيه المصريه؟ برغم ذكاء هذه الشخصية، برغم قدرة هذا الشعب العظيم على انه يطلع طول الوقت من كل المشاهد اللي غيره معرفش يطلع منها، ولازم نعترف بده، يعني من 25 يناير للنهاردة الحمد لله عندنا بلد وعندنا إدارة وعندنا شعب قادر يقف على أرضه وقادر يقول مشروعه وقادر يرفض مشاريع ويسقط مشاريع، فالدنيا مختلفة جدا. الشعب ده نفسه لحد ما بتيجي اللحظة اللي بيستفيق فيها بيدينا طول الوقت إشارات كده تدينا شعور إن الأرض مش كويسة قوي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما بنتكلم إنه آن الأوان إن المصريين يبصوا في مراية أنفسهم، خلونا نقول البعض من المصريين على الأقل يبصوا في مراية أنفسهم، مطلوب جدا نعرف إيه المشاكل اللي علقت بشخصياتنا وإيه الأداءات اللي هي غير حقيقية في ثقافتنا وفي فهمنا للأشياء اللي بقت جزء مننا، لأن من غير ما نشوف ده مش هنقدر ننتبه. وإحنا متفقين إن المشهد في مصر بيقول بقدرتكم على رفض المشروع وتعطيله بيضيق الخناق، لأن اللي عايز الإقليم وعايز يستنفع منه بطريقته هو شغال مش مستنينا. طيب افتكروا كويس إن إحنا في بين السطور اتكلمنا كتير على إن كل حاجة بنتحرك فيها خطوتين لقدام بيبقى مطلوب طول الوقت نرجع 3 و4 خطوات لورا. وعلشان كده خلوني وبسرعة أقول لحضراتكم، في كل أقاليم مصر من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب النغمة شغالة، والسوشيال ميديا قادرة توصل لكتير. الكل بيقول احنا راجعين لعصر الإخوان وراجعين لعصر مبارك والدنيا شغالة. تسألهم يعني ايه الكلام ده؟ يقولك ايوة رجع في المؤسسة الفلانية الاخوانة، ورجع يعلو من قيمة بعض الافراد اللي معروف انهم اخوان وبيدوهم الحق والصلاحية يقيموا موظفين ويدرسوا الطلاب في الجامعات ويحتكروا اشياء و و و. ويعني ايه عصر مبارك؟ يقولك اصل انت مش واخده بالك يا استاذة، في المنطقة الفلانية وفي الحتة الفلانية رجعوا يستقوا، ورجعت النغمة بتاعت محدش يكلمني، انت مش عارف انا مين وانا ابن مين، ما تكلمنيش كده. احنا حلمنا بدولة القانون، وعندنا نموذج طول الوقت بندفعه دفع انه يروح للقانون الاستثنائي بيقول انا مع دولة القانون. ليه الشعور ده بينتشر بهذا الشكل؟ هو ده اللي لازم ناخد بالنا منه. الشعور ده بينتشر كده لانه مطلوب جدا تيئيس الناس، انه يصلهم شعور ان مش حاجة بتتغير، وان كل الملاحظات اللي سجلناها واللي كنا غضبانين منها واللي كنا بنحلم بتغييرها ما زالت موجودة، واللي كنا زحناه شوية بيرجع. وعلشان كده الحقيقة انا قررت انه مع فريق العمل بتاع بين السطور ان نقول الكلام بشكل مكشوف جدا. بجد انتوا حاسين ان في حركة اخوانة بترجع مرة تانية في الجامعات وفي المدارس وفي كل مؤسسات الدولة؟ واللي كان سكت شوية وتوارى رجع يكشف وشه ومش همه؟ وكل الناس دي بتلعب لعبة النكد على المواطنين لانهم بيسيئوا التعصب للقانون فيخنقوا اي واحد رايح يخلص مهمة؟ طيب وعلى الطرف الآخر، هل بالفعل رجعت فكرة المحسوبية والاستقواء؟ أنا عندي قريبي بيشتغل في المؤسسة الفلانية وأنا أعرف فلان اللي موجود في الحتة كذا وأنا وأنا وأنا، وده كله بيتصدر للعامة على إن الدولة بترجع خطوات في الوقت اللي دولتكم بتحارب فيه الفساد؟ طيب
خلونا نبدأ الموضوع وبسرعة ونروح محافظة كفر الشيخ مرة تانية، لأن القصة اللي منتشرة من هناك. خلوني أقول لحضراتكم، كفر الشيخ كلها بتتكلم على الحادثة اللي راح فيها شهيد ضابط شرطة النقيب مصطفى بدوي، واللي اتقتل في عز يعني الدنيا ما هي شغالة، صحيح مش في النهار لكن في أهم شارع في المحافظة، شارع مكتظ بالسكان، الشارع مليان بكل حاجة. النقيب اللي قدام حضراتكم ده، النقيب اللي قدام حضراتكم ده هو النقيب مصطفى بدوي اللي معاه البنت الصغيرة دي. النقيب ده عنده 24 سنة، والنقيب ده بيشتغل في إدارة المرور، وأثناء عمله في إدارة المرور قام بتحرير مخالفة لسيارة متفيمة، والسيارة شكلها مختلف تماما. وخلوني أقولها لكم زي ما جت على لسان أهالي كفر الشيخ، وانتوا بتتفرجوا على شاب في عمر ال 24 سنة زي ما حضراتكم شايفينه كده، أب لطفلة شفتوها، الشاب ده بيتقتل في مكان عمله. طيب، علشان الإشاعات والحوارات اللي شغالة، اللي حصل يا جماعة مع الشهيد مصطفى سمير بدوي، سبق وإصرار وترصد. مصطفى سحب رخص القاتل الصبح، والقاتل كان مأجر العربية 10 أيام، وده آخر يوم، ومسكوا في العربية وكان فيها 100,600 جنيه وفاتورة بيع ذهب من واحدة من المحلات الذهب المشهورة في كفر الشيخ، والضامن صاحب محل موبايلات مشهور أيضا في كفر الشيخ. الحدث بدأ بالليل، جاء القاتل من خلف مصطفى، أخذ السلاح غدر أمام رئيس المرور ورائد بالمرور وأمناء شرطة والعساكر وسط شارع الخليفة المأمون أمام بن البنا عند الرشيدي. وقف رئيس المرور أمام القاتل وقال له اهدى يا ابني. القاتل قال له ابعد بدل ما أقتلك مكانه، وضرب فعلا الطلقة الأولى بعد ما سحب السلاح من الشهيد، والطلقة الأولى ما كانتش متعمرة علشان كده ما دخلتش في صدر رئيس المرور. ابتعد شوية وقال له، وبدأ يسحب السلاح ويعمر الطبنجة ووجه المسدس في صدر مصطفى، والطلقة جت أعلى القلب. هرب القاتل، لكن المآت تمكنوا من ملاحقته وقدروا يوقفوه وقدروا يمسكوه، وكان في العربية معاه أمين شرطة بيقوم بعملية السواقة لهذا الشاب المستهتر. القصة لحد كده واضحة جدا، ومفيش فيها أي حاجة ممكن تخلينا نبقى منزعجين. الانزعاج الوحيد اللي فيها هو احنا وصلنا لكده؟ هو احنا يا مصريين وصلنا لكده؟ يعني احنا قبلنا نشوف نفسنا في مراية نفسنا ان احنا نبقى بلطجية ومستهترين، والحاجات بالنسبة لنا ال 150 جنيه ولا حاجة، المخالفة دي انا احدفها في وشك لكن انت ما توقفنيش. يعني احنا بنهد القانون؟ يعني احنا بنشتكي طول الليل والنهار من تكدس الشوارع وبنطالب بدولة القانون؟ ولما دولة القانون تتحرك علشان تحط نفسها على اول الطريق تبقى الحكاية بالشكل ده وتنتهي هذه النهاية، يبقى عندي شهيد في حياة مدنية ما فيش فيها أي حاجة غير إنه مواطن أهوج مستهتر ما نعرفش عنه أي حاجة، لمجرد إن هذا المواطن حاسس إنه ابن ناس، وابن عمه بيشتغل في الجهاز الفلاني، وابن خالته بيشتغل في الجهاز العلاني، وفلان يعرفه بيشتغل في الحتة كذا، وكل الليلة دي بتقول إن كل ده بياخدنا علشان يودينا لمرة تانية تصدير الشعور بأن في هذا الاستقواء على المواطنين في الشارع. ومش على المواطنين، المشكلة كمان أنه على رجل الشرطة، يعني رجل بيقوم بمهام عمله. والحكاية أهي قدامكم، في جنازة لهذا الشهيد اللي والده لواء شرطة على المعاش، و أخوه كمان ضابط، والحكاية واضحة جدا أهو. طب ليه في الوقت ده كان مطلوب إن الشارع يشوفها كده؟ مين الطرف الآخر؟ لو كان هذا الضابط الشاب
اللي شفناه اللي يشرح القلب. مين يقول لأم ولا الزوجة ولا للطفلة اللي هتطلع ملهاش أب إن شاب مستهتر ما عندوش أي شعور بالمسؤولية واللي معاه أمين شرطة حتى لو في أجازة؟ إيه المشهد ده؟ أنا بالنسبة لي وبالنسبة لنا في بين السطور الخطورة الحقيقية فيه هي إحنا وصلنا لكده؟ إحنا المصريين بقينا كده؟ إحنا ده شكلنا في مراية نفسنا وبيعملوا فينا كده ويصدرونا للشارع علشان كمان نجلد نفسنا ان الحق هيروح ونبدأ نتشكك ان احنا راجعين لفلان ابن فلان ابن اخو فلان ابن عم فلان اللي موجود في المؤسسة الفلانية اللي بيستقوي بفلان اللي موجود في الحتة الفلانية. طيب علشان الحكاية تبقى شوية واضحة لما حاولنا نبص شوية على الموضوع لو كان ده ضابط الشرطة نروح نشوف طيب المتهم ده اللي احنا شايفينه يعني طالب او خريج ايا مكان اسمه يونس البنا. يونس البنا من قلين والحقيقة يونس البنا ده من يعني قرية في مركز قلين في محافظة كفر الشيخ. طيب أسرة البنا كلها بتشتغل في المقاولات وممكن تبقى من المقاولين الكبار اللي بيشيلوا الردم وبيشتغلوا في الحفر؟ آه. يعني ممكن يكون اشتغل في بركة غليون؟ آه. يعني ممكن يكون عرف كم اسم بيمشي يقول بيهم كلام على لسانهم لأن الرئيس بتاعنا ادانا المثل وقال أنا ما بوصيش على حد ولو هوصي على حد ارجعولي وهكلمكم في التليفون وهقول محدش يصدق حد بيتكلم بلسان حد في الدولة. طيب لو كان بيتكلم عن آخرين غير الرئيس هم الآخرين دول هو اللي هم اللي مطلوب يبروا صفحتهم. مش مطلوب أبدا إن أنا طول الوقت أضغط على المواطن وأقول له ما تصدقش. المطلوب اللي على علاقة بالبنا هذا الشاب المستهتر لأن حتى لو الضابط عنده أي خطأ لا يبيح له على الإطلاق لأنه يسرق الطبنجة دي جريمة ولأنه يتعامل بالطبنجة وهي مش متعشقة فتطلع في شنكة دي جريمة تانية ولأنه يسحب الطلقات ويعمر الطبنجة ويضرب دي جريمة تالتة. طيب نعمل إيه؟ إيه ده؟ مين دول؟ مين ده؟ يعني ايه عيلة البنا يعني؟ ويعني ايه عيلة البنا في منشية مش عارفة مين في قلين؟ مين دول؟ ظهرهم مين؟ وطالعين يكلموا الناس بهذه اللغة وهذه الطريقة لدرجة ان محافظة كفر الشيخ كلها معلقة الصور بتاعة الشهيد وبتتكلم ان الوضع اللي هناك ده وضع مش طبيعي؟ ولدرجة انهم قدموا وخدوا موافقة بتصريح من وزارة الداخلية علشان يعملوا مسيرة بعد صلاة يوم الجمعة القادم علشان يقولوا للدنيا كلها من فضلكم بصوا على اقاليم مصر اللي بترجع فيها نغمة الاخوان ومن يريدون هدم الدولة المصرية انها تكلمنا تاني عن عودة منظومة الفساد وعن عودة الاخوانة. هو ايه اللي بيحصل؟ طيب رحنا نشوف مين السيد احمد يونس ده. واحد بيقول ان احمد يونس ده طالب في كلية التجارة جامعة طنطا وانه في سنة رابعة وانه هذا المتهم لحد دلوقتي ما خلصش الجامعة. والمحضر بتاع الوقعة بيقول ان هو حاصل على بكالوريوس التجارة. عندي معلومتين حاولت اتاكد من واحده فيهم لحد دلوقتي ما اتاكدتش. ايا مكان هو حصل على البكالوريوس ولا لسه طالب انا قدام مفارقه بتقول ان هذا الطالب اللي حاصل كان راكب سياره مستاجره مفيمه بيسوقها له امين شرطه بيشتغل في شرطه السياحه. ارجو وزاره الداخليه تسمعني لان هذا الامين بيشتغل في وش مصر اللي اسمها شرم الشيخ ولما يشتغل في وش مصر يبقى لازم يكون حد منضبط علشان يقدر يقابل الناس بطريقه طليق. هذا اللي اسمه شعبان اللي بيشتغل امين شرطه واللي غريب جدا انه يتقدم في محضر التحقيق على انه صديق الشخص ده. احنا محتاجين نعرف هو مسموح يا ترى في وزارة الداخلية انه يشتغل شغلتين؟
يعني هل هو كان بيشتغل سواق عند ابن الاكابر ابن البنا؟ المسألة هنا محتاجة برضو رد من الداخلية، وحاولنا علشان ده حقها، احنا بنحترم مؤسسات الدولة وبنثق فيها، لكن محدش عايز يتكلم. طب هل الداخلية عندها حسابات للي بيقول عليه ابن البنا انه عنده قرايب في الجهاز الفلاني والجهاز العلاني؟ الله اعلم. لكن الحكاية عايزة رد، لانه والله والله وبقولها تاني اهو، وبكلم فيها عقل الدولة المصرية، الأطراف يتم تسخينها كما كان يحدث قبل 25 يناير، والمرة دي التسخين بيتم بأحداث تحصل في الشارع، يعني مش الكليب اللي كان بيدور علينا أيام 25 يناير ويجيلنا على الموبايلات، ومرة تانية بيجر الداخلية لقلب الحدث والدنيا فيها تكتيفة وفيها حاجة مش مفهومة. علشان كده مهم جدا جدا نبقى واخدين بالنا من اللي احنا بنقوله. طيب مين هو برضو ابن البنا علشان كل ده؟ لا دول بيردوا ولا دول بيردوا. تكلم ده يقولك معلش اصلا ما عنديش معلومة يا فندم، اصلا ما اعرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ يعني قضية قلب البلد وانت من موقعك بتليفون للأحوال المدنية تجيب تاريخ ابن البنا، ما انتش قادر تعمل الخطوة دي؟ ما هو ده في حد ذاته يحط لي تساؤل، هو في ايه؟ ده في حد ذاته يخليني أسأل، هو في تواطؤ؟ في حاجة مش مفهومة. طيب قلنا نعمل سيرش على الانترنت يمكن هي تفيدنا بحاجة. أول ما عملنا السيرش علشان نعرف مين هو يونس أحمد يونس البنا، كان أول حاجة ظهرت لينا الفرح بتاعه، ولأنه محطوط على اليوتيوب فأصبح من حقنا نشوفه، لكن إحنا ما نقدرش نتجاوز المهنية ونروح نجيب شريط ونحطه. دخلنا نتفرج على الفرح بتاع يونس اللي يخلص جامعة يا ما خلصش بس تزوج. لقينا الفرح معمول بهيصة غير عادية بكلفة ربما تقارب المليون جنيه، والصورة قدام حضراتكم. فكان السؤال هنا، ده فعلا عيلة الفلوس عندها ملهاش قيمة؟ لأن الفرح لما يتكلف مليون ولا أكتر، ده معناه ببساطة إن الناس دي فلوسها مش تعبانة فيها. بس ده كله ما يدينيش الحق ان انا اتهمهم، بس يديني الحق ان احط السؤال. يعني هم فعلا ميسورين لدرجة ان هم الفلوس لا تعنيهم، وان العنجهية الكذابة التي لا تحترم القانون تخليه يقف في شكل الدولة؟ ما هو الضابط الصغير ده حتى لو ضابط مرور، هو بلبسه ده رمز لدولتنا، ده رمز للدولة المصرية، لما يقف قدامه ويسرق طبنجته ويقتله في وسط الشارع ويبقى المسألة بهذا الشغل المسرحي الكبير، يبقى الحكاية بتحطني في حاجة مصيبة. طيب قلت بلاش تسيب الأمور يعني تمشي بالكتير كده، لقيت كل الدنيا بتتكلم ان هذه الأسرة عائلة البنا قررت الاستعانة بمكتب الأستاذ فريد الديب، وإن هي قررت تجيب المحامي الشهير علشان ابنها الشاب الكيوت المؤدب اللي بيسرق قدام الناس كلها وبيعمل كل الحاجات دي كلها، لا لازم يعني نشوف احنا زينا زي الرئيس مبارك، ما نجيبش ليه يعني فريد الديب. حاولنا نتواصل مع مكتب الأستاذ فريد الديب الحقيقة، بس ما وصلناش لأي حاجة تقول لنا هل مكتب الأستاذ فريد الديب هو اللي هيتولى ولا لا. لكن عرفنا معلومة تانية مهمة، عرفنا حاجة تانية مهمة جدا، عرفنا أن نقيب المحاميين في كفر الشيخ قرر أن هو اللي هيتولى الموضوع، وأن كل المحاميين اللي موجودين في محافظة كفر الشيخ رفضوا ان هم يبقوا مع هذا الشاب المستهتر، وقرروا طوعا ان هم هيتولوا الدفاع عن الشهيد مصطفى بدوي. وهنا كان لازم نقف شوية ونجيب والد الشهيد او والدة الشهيد ونحاول نعرف هو بجد الناس قلقانة قوي كده، لان في محاولة تصدير صورة غير حقيقية، اللي زيي مقتنعين ان احنا اتغيرنا وان احنا في دولة القانون، وان مش هيبقى ابدا مسموح لاي واحد من ورا ظهر عقل الدولة يستقوى.
ولو عمل كده اكيد احنا لما هنشاور عليه هيتشاف، وهيتشاف كويس، ومش هيبقى مستور ايا مكان. الحكايه مش هتعدي على خير. خلونا نسمعها طيب من اللواء سمير بدوي والد الشهيد. يعني سياده اللواء كل التعازي لحضرتك، بس احنا مهتمين، انتوا ليه قلقانين برغم ان الحكايه واضحه جدا، ولقينا حتى تصوير للحادثه، ولقينا تصوير تمثيلي للحادثه، وكفر الشيخ كلها معلقه اللوحات، انتوا قلقانين من ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. يا فندم احنا الاول احنا بنعزي انفسنا وبنعزي الناس جميعا، لان كل كفر الشيخ زي ما حضرتك شفتي وسمعتي هي اللي بتعزي نفسها. لان الشهيد المرحوم ابني مصطفى يعني كان مثال للاخلاق الحميده، للحب، للاحترام، لكل ما تتخيليه من سمعه طيبه، شريف، نزيه، عطوف على الجميع، عطوف على السواقين، عطوف على المواطنين، ما بيبصش لاي حاجه اكتر من انه ينفذ روح القانون. ودي الحاجة الجميلة اللي حببت الناس كلها موجودة فيه، والحمد لله وده حب الناس حضرتك شايفاه كويس جدا. طيب انتوا ليه طلبتوا يبقى في مسيرة يوم الجمعة بعد الصلاة؟ يا فندم احنا ما طلبناش اي حاجة ولا اعرف عنها انا اصلا حاجة. دي انا بسمع زي حضراتكم كده بيقولوا لسه من نص ساعة كده، انت سمعت في خبر كده طرش ان الناس ده حب الناس مسيرة، ان هم تأييد وحب واحترام، مثلا قالوا ان احنا نعمله لاحتجاج على الكلام ده بمناداه بحقه، ده شيء طبيعي جدا من المخلصين والمحبين. طيب لكل الاحتجاج على الكلام ده اللي هو ايه يا فندم؟ يعني الكلام اللي بيتقال من هذا الشخص اللي انا مش عارف لا اسميه بلطجي ولا مجرم ولا اسميه ارهابي ولا اسميه ايه، لان حاجه عمرها ما بتحصل في التاريخ. احنا طول عمرنا ضباط شرطة وما شفنا مثل هذا الوضع القميء قبل كده، يعني 33 سنة فاتت خدمة في الداخلية ما شفناش هذا الكلام. بيقول ايه طيب أصلاً. هو او اسرته او اللي بيتكلم يعني؟ اه طبعا لا، بيقولوا يعني انسان ايه؟ مستهترين، انسان مستهترين، ما فيش في دماغه، ما فيش ادنى مشكلة، الوضع العادي يعني ايه زي المحامي بتاعه ما بيتكلم، يعني ايه زعلان ليه؟ يعني ايه؟ ايه يعني اتقتل ضابط؟ يعني كلام عجيب. ادي التليفون لوالدته يمكن هي تعرف توصل لنا الفكره. تمام يا فندم مع حضرتك والد الشهيد. ايوه حضرتك. خليني اسمع من حضرتك عشان الجمهور بس يبقى فاهم ايه اللي يعني ايه اللي مخلي الاطفال شكلها كده. اتفضلي. اولا احنا ما طلبناش لا بوقفه ولا نعرف عنها حاجه، انا قريتها على الفيس زي اي حد. ثانيا هم بيقولوا احنا اللي احنا سمعناه يعني من الناس بيقولوا ان احنا هنجيب محامي، وجبناه فعلا من طنطا وادينا له فلوس كتير جدا جدا جدا، والمحامي بيقول انا خدت فلوس كتير جدا ومش هممني اي حاجه، يعني ظابط مات انتوا مكبرين عليه الموضوع كده ليه؟ فبيقولوا له يعني انت تدافع عن مجرم قاتل؟ أم رادت بمنتهى البساطة فلوسهم حلوة، أصل فلوسهم حلوة قوي قوي. رد قالها مرتين، أصل فلوسهم حلوة قوي قوي. فلوس إيه وبتاع إيه؟ أنت بتدافع عن مجرم أصل مش إيه. أنت واثقة إن الحق هيجي لابنك؟ أه طبعًا واثقة في القضاء، واثقة في الله أولًا وأخيرًا. واثقه ان حق ابني هيرجع لانه مظلوم، لان مصطفى كان بيؤدي واجبه وعمره ما اذى حد، الناس كلها بتحبه، الناس كلها بتحترمه. واثقه في ربنا، واثقه في ربنا. طيب يعني انتوا كده بالنسبه لكم حضرتك هو بيقولوا اهله واخدين اللي هي المناقصه بتاعه بركه غليون، واحنا واهله مخابرات، وهنطلعوه ان شاء الله، بيقولوا هنطلعه من القضيه وهندفع فلوس وهذا الكلام. انت متاكده ان اسمعيني يا امي، انت متاكده ان الدوله دي بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعاً ممكن تقبل هذا الوضع؟ طبعا لا، عمره نعرف كويس القضاء العادل بتاعنا
الشريف النزيه واثقة في الرئيس بتاعي اللي أنا بدعمه وبحبه، أنا وأولادي من عشاق الريس، احنا بنحب الريس اللي عمل لنا حاجات كتير، اللي عمل لنا كل شيء في الدنيا. طيب احنا بنحب ربنا واثقين في ربنا جامد جدا، انا ثقتي بربنا اكثر من ثقتي في نفسي. طيب ثقتي في ربنا ان حق ابني هيجي. طيب عايزه اقول لك يعني حسيتي بايه لما والد الشهيد رجع من المستشفى العام وكانت الصدفه بتجمعه مع قريبه الدكتور عمرو ابو سمره، والمفاجاه انه يعني مصطفى يعني يلقى ربه بين قرايبه بين ابوه وابن عمه. حضرتك انا كنت واقفه ساعتها ولمحت زوجي، هما الاول قالوا لي الطلقه ما تخافيش ما تخافيش الطلقه في دراعه ما تخافيش خالص. لمحت زوجي بيقول ايه مات، شفته على بعد يمكن 7-8 متر، طلعت اجري لقيت ابني نايم قدامي على المشرحه ميت ساقع متلج. قالوا لي بصي بصي شوفيها اهو، قلت لهم اشوف وهو مات. وطبعا قعدت اصرخ، بس انا قويه، قلت له نام يا ابني نام، انت شهيد نام وارتاح، اقسم لك بالله وانا بقسمها لك اهو حقك هيجيبوا لك الدوله. طيب انا مبسوطه جدا من ثقتك برغم كل اللي بيحصل في الشارع والسوشيال ميديا، حقك هتجيبه الدوله وثقتك في القضاء وثقتك في دولتنا وفي رئيسنا ان شاء الله انها في محلها، وانا بشاركك هذه الثقه. علشان كده خليني يعني اقول انا وانتي ووالده وكل يعني اللي مستنيين يشوفوا مصر اللي بتتغير هيكتشفوا انها اتغيرت، وان احنا بيتم طبعا اللعب بينا بكل الاشاعات اللي بتحصل دي، سيبيهم يقولوا واحنا بيننا وبينهم القضاء وهيبان. ولا طيب بسمع حضرتك ولا كاني سامعه. تمام برميها ورا ظهري لان انا واثقه في ربنا، واثقه في الرئيس بتاعي، واثقه في القضاء بتاعي قوي. طيب خليني اشكرك واشكر والده، وبقول لحضراتكم مره تانية قبل ما نسمع للشق القانوني ان الصدف تخلي مصطفى يروح المستشفى العام في كفر الشيخ، فيبقى دكتور التخدير اللي هو نفسه نقيب الاطباء في كفر الشيخ على المعاش موجود في المستشفى، وده نفسه قريب الشهيد، فيدخل بسرعه علشان يساعد، فيكتب في البوست ان هو عرف ان في ضابط مصاب، دخل بسرعه عشان يدعم التخدير بعد ما خد اذن من مدير المستشفى، بدا يشتغل وهو مش عارف هو مين، يحاولوا ينعشوا القلب، القلب ما بيقبلش، الشهيد بيفارق الحياه، الشهيد توفى، وفي اللحظه دي بيلمح ملامح وجه الاب، فبيقول له انت هنا ليه؟ فيقول له ما ده ابني، ده ابنك، والاتنين بينهاروا. وده مهم جدا ان احنا نعرفه. عارفين ليه؟ لان الامارة هنا في اللي عمله الدكتور عمرو انه من غير ما يعرف انه ده قريبه ومن غير اي حاجة، وهو حتى ده مش شفته، يعني ده معناه ان في مصريين مخلصين ومصريين جاد ومصريين ممكن يشمروا عن ايديهم ويدخلوا ويشتغلوا ويقولوا زي ما احنا بنقول مطلوب نبص في مراية نفسنا، مطلوب نشوف الصورة كلها. طيب لو الأم والأب عندهم هذا الشعور ولحد دلوقتي، ليه الدنيا بتشتغل بشائعات كتير بسوشيال ميديا كتير بتشويه لأجهزة معلومات وأماكن وأسماء موجودة على السوشيال ميديا وتقول أصل قريب فلان وقريب فلان وحاجات من هذا النوع؟ تفتكروا المسألة دي ده جزء من محاولة التنكيد علينا علشان يفقدونا الأمل، علشان يجهزونا إن احنا نكره بعض، علشان يقولوا لنا إن كل اللي احنا ثرنا عليه راجع وبقوة؟ خلوا بالكوا. علشان كده حتى لو الموضوع بيبان مسألة شخصية، مهم إن احنا نجيبها ونفهمها في سياقها كبير، في سياقها العام. طيب خلوني أروح للمحامي الأستاذ مدحت بدوي، وهو أيضا نقيب المحامين في كفر الشيخ، الأستاذ أحمد عبد الغفار محامي أسرة الشهيد. طيب أستاذ أحمد خليني أسأل حضرتك، ايه اللي بيحصل؟ ليه يعني الأداء واخد هذا الشكل؟ في محاولة مبكرة جدا
بتقول ان الناس قلقانه، بتقول ان في حجم شائعات غير عادي، في محاوله استقواء مره بالمال والنفوذ ومره بالوساطه، ومين قريب مين ومين موجود فين ومين موجود فين. ايه اللي بيحصل؟ بداية برحب بحضرتك وبالبرنامج الكريم والقناة الكريمة، لكن أنا عايز أوضح حاجة صغيرة جدا. نحن في دولة قانون. تمام. نحن في دولة قانون، ولن يعلو شيء فوق صوت القانون والحق. تمام. إحنا لو جينا حضرتك لظروف القضية هنلاقي الولد المتهم ده مقدم بعدة جنايات، مش قضية واحدة. ده متقدم بقتل عمد مع سبق الإصرار للشهيد مصطفى. تمام. مقترن بسرقه سلاح ناري وذخيره. تمام. مقترن باطلاق عيره ناريه في الهواء على الماره لارهاب الناس في الشارع العام. تمام. مقترن، يعني احنا النهارده امام جنايه مرتبطه بجنايتين ثلاثه وجنحه، العقوبه فيها باذن الله تعالى والحكم لله هيكون الاعدام والقصاص لمصطفى، لأن الواقع لا يتخيلها منطق ولم تحدث في التاريخ إن يبقى في ضابط بدون أي سبب وعشان دفع أحد المواطنين غرامة 150 جنيه الصبح، دفعه 150 جنيه عشان الرادار اللي صوره، يعني مش الضابط اللي عمل له المخاطر ده الكمبيوتر، الرادار دفعه 150 جنيه يجي ويتعقبه ويخلي الضابط بيوطع الأرض مفاتيحه وقعت أو قلم أو حاجة وقعت منه بيجيبها بدون ان يشعر الضابط وبدون سابق مشكله ولا عتاب ولا اي حاجه، ويشد الطبنجه من ظهره ويضربه ويحاول يقتل ضابط مدير المرور المتهم كمان مقدم مشروع في قتل مدير المرور. تمام. ما خاب اثرها بسبب ان ما كانش فيه طلقه في الماسوره. تمام. وضرب فعلا على مدير المرور، بعد كده سحب الاجزاء وضرب، وبعد كده سحب الاجزاء وقال له مش عايزك انت، عايزك انت، عايزك انت، عايزك انت. مصطفى بيقول له عايز ايه؟ عايز ايه؟ بيقول له تاخدها فين؟ تاخد الطلقه فين؟ قال له في المكان اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. ضرب مصطفى الرصاصه في القلب، اتشاهد مصطفى وتوفى الى رحمه الله. محاوله بقى انقاذه بتاع هو القدر. طيب خليني مع حضرتك يا استاذ احمد في الجزء القانوني. على يعني ده مصطفى، خليني اروح للطرف الاخر، الجاني ده او القاتل. القاتل يعني المعلومات هو فعلا طالب لسه في سنه رابعه ولا خلص من كليه التجاره جامعه طنطا؟ هو مرفوض من كليه التجاره لحدوث مشاجره بينه وبين احد الدكاتره والتعدي على احد الدكاتره في 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 حرم الجامعه. يعني اتفصل من الجامعه. اتفصل من الجامعه، وهو ليه وقايع تانية يعني منهم وقع سنه 2016 ومتهم في قضيه واخد فيها حكم شهر. رقمها حضرتك رقم ال مش مهم الوقعه دي. قضيه ضرب برضه. طيب قضيه ضرب حضرتك يعني قانونا. تمام. حضرتك قانونا مرتاح؟ عايز اسمع منك تعليق على فكره الاستقواء بالنفوذ ببعض الاقارب، الاستقواء بالمال، علشان اللغه اللي تحدث بيها المحامي بتاعه اللي جاي من طنطا اللي هو قال انا خدت فلوس كتير. تمام. بص حضرتك، كل ده في الفاضي وكلام للسوشيال ميديا واللي عايزين يوجدوا حراك في الشارع وقصص وروايات. بس هو ده اللي يهمني. في محاوله تسخين الارض في كفر الشيخ بتتم بالحادثه دي. طبعا. فقط هي القصة كده، انما الواقع بقى في الاوراق حتى الشهود اللي كانوا راكبين معاه حضرتك اللي يعني هو شعبان امين الشرطة شهد عليه وقال انه تتبع الضابط من نبا والمهندس لغاية الخليفة، هي دي المتهم هو بيعترف ما قالهاش. وشعبان قالها كده، انا شفته بظروفها نزلت قتلته ما اعرفش انا عملت كده ليه. بيسألوه ايه السبب؟ قال لهم اصله مضطهدني، اعمل لي مخالفة مرور. وشعبان ده ايه علاقته طيب بالقتيل؟ شعبان ده بيشتغل سواق في ايام الاجازه عند الاخ يونس عشان يونس يزود دخله. يونس ده حديث المال، يعني هو مش من اسره عريقه ولا بتاع، لا ما يعني معلش هو من اسره حديثه المال بس، انما هي مش عريقه، هي اسره بقى معاها فلوس في الايام الاخيره وما يسووش حاجه هم وفلوس. طيب انا بشكرك وبدعو صوت العقل يحتوي المشهد
لانه الصور اللي شفناها بتعليق صور الشهيد ومحاوله تسخين الارض بتقول ان في استغلال بيتم مره اخرى. بشكر الاستاذ احمد عبد الغفار محامي اسره الشهيد. والحقيقه خلوني هنا بقى اقف شويه. انا حاولت اتواصل مع العلاقات العامه في وزاره الداخليه بشكل شخصي، وحاولنا كبرنامج وفريق اعداد نتواصل مع وزاره الداخليه علشان كان مهم جدا نطرح عليهم السؤال. هذا الضابط الشاب أثناء مهمته يعني وهو يؤدي مهام عمله بيلقى هذا المصير، أنا ليه مش شايفة وزارة الداخلية ومن فضلكو مش هيبقى مقبول أبدا تقولي أصل هو مواطن عادي طالما هو مش في مكتبه؟ لأن لو الحكاية كده يبقى احنا عندنا كارثة في إدارة التشغيل في نظام العمل. يعني انت بتحطه في حالة مواجهة مع المواطنين وتقول له خليك لطيف واضحك في وشهم عشان احنا بنغير شكل الداخلية وتحمل، ولما يموت انت تسيب الخصومة تكون بين العائلة وبين القاتل. انا ده بالنسبة لي سؤال محتاج اجابة وفهم، ولو كان القانون اصلا بيبيح ده فده قانون مغلوط، لان علشان اامن اي حد بيشتغل في اي موقع أول شروط العمل هو أن أنت تأمنه، بدليل كل اللي احنا بنشوفهم في شوارع أوروبا من رجال الأمن لازم يبقى عندهم مظلة أن ده مكان عملهم، هو مش واقف هنا بمزاجه وإلا كان يبقى بلطجي. فأنت بتنقله من خانة القيام بمهام العمل لخانة تانية خالص. ده سؤال. والسؤال التاني الخطير هو بجد الداخلية فين؟ ليه مش سمع الصوت؟ ليه ما طلعش اي حاجه تقول اي حاجه؟ ده كان في محاوله لقتل مدير المرور وفشلت من عند ربنا لان الماسوره ما كانش فيها طلقه، وفي شاب فقد حياته وابوه لواء واخوه ظابط. يعني في ايه بقى؟ اللي انا متاكده منه يا مصريين ان في محاوله لتسخين الارض واستثمار صناعه المشهد ده، والاخطر هو انه المره دي ما بيعملوه لناش صوره، ده بيعيشوها على الارض عشان كل الناس تبص عليها وتشوفها عشان المسرح يكون واقعي. وتفاصيل المرايه فيها كتير قوي يهمكم بعد الفاصل.